عندما تأتي بمصنع يعني صنع لكوكي تاع السيارة، أولا اعلم علم اليقين بأن حديدك حديد رخيص يمكن أن يجعل السيارة ينخفض سعره بشكل رهيب جدا. وأنا أؤكد لك بأن الورقة دير 1000 دينار، معناها أنه لكوكي تاع السيارة راح تدير 30,000 دينار. لما تستوردها من الخارج تجيك ب4,000 دولار. يعني تخيل انه لما انت تولي تصنع السياره من يعني احنا نقول لابريس هذيك الى الصبيغه نتاعها الى الامور الاخرى، انت تقوم بادماج صناعه للسياره حقيقيه في البلد. ثم اولئك الذين يعني اجرموا في حق الاقتصاد الوطني ماذا فعلوا؟ ضخموا في مصانعهم، مصنع يسوى 20 مليون دولار راح داروا ب 500 مليون دولار ولا 250 مليون دولار. الان نتعرض لنفس الضربه مع شركه فرنسيه ستعطي دهن السيارات و يعني ونفخ الاجالات ب 500 مليون دولار، في حين نجد شركه اخرى كلفها الامر 70 مليون دولار او زياده 73 مليون دولار. معنى كاين الناس فعلا يريدون ان يدخلوا تكنولوجيا صناعه السيارات في الجزائر بشكل حقيقي، واخرون ما زالوا يعتمدون على نفخ العجلات وعلى تضخيم الفاتوره.